النادي الأهلي بثلاث بطولات مميزة، وشايفين فرحة تيتيانا بوكان وأولادها بالفوز والمكسب والإرادة والتحدي ومحاولة جيدة جدا. علشان احنا بنقول بعد ما اللاعبة بتتزوج ما بتقدرش تكمل لعب، بالعكس قدامنا اهو نجمة كبيرة وقدرت ان هي تحصد ثلاث بطولات متتالية في عام واحد وموسم اكثر من رائع. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك لتتويجه بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة لموسم 23-24. قدامنا في اصطفاف للنجمات لاستلام الكأس وميدالية المركز الأول، وطبعا طلعت من الملعب بتمارس مهامها كأم بعيدا عن الكرة الطائرة، وروح طيبة نقدر ان احنا نستغل الجو الجميل ده. اهو فرحة شديدة من اللاعبات طبعا زمايل تيتيانا بيه